تعلمون لأول مرة سأتحدث عن مباراة بالتعادل السلبي 0-0 وأنا فرحان جدا. لماذا؟ لأن فلسطين اليوم أثبتت للجميع أنها تستطيع أن تمتع وتبهر رغم كل شيء. اليوم فلسطين أعطتنا درس في الإيمان، أنهم آمنوا بحظوظهم وكانوا أخطر من السعودية التي تتمتع بكل اللاعبين والقدرات والمدربين في رونالدو وكل هذا. ورقم 10 يا أخي، هذا شحال؟ هذا يستحق نادي عملاق. الأندية العملاقة ستضيعون إن لم تتعاقدوا مع هذا الشحادة. مرمد السعودية اليوم، مع كل احترامي للسعودية. لوجيا وتجارية محضة، حقيقة نعم الاختيار، حقيقة هو العيطة ما تكون إما عليك أما عليا. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني نشطين فرحانين، الله يحفظكم كلشي زين. كنتمنى اللي كيشاهد نيت ابونو، شكرا شكرا فير، شكرا في عرج الجرس باش يوصلك فيديوهات دغيا. وانتهت المباراة كما قلت لكم، اول مرة في التاريخ اتحدث عن المباراة 0-0 وانا فرحان وانا في قمة السعادة ومتشوق نصور هذا الفيديو. لماذا؟ لانني اخي رأيت فلسطين التي تعاني وكلنا نعرف ونحن مع فلسطين بطبيعة الحال، ورأينا كيف انهم أعطونا اليوم درس في الإيمان الحقيقي، كيف أنهم آمنوا بحظوظهم أمام فريق عملاق وأمام منتخب عملاق ومدرب محنك وعنده عناصر لا مرموقة، لاعبين من الطراز الرفيع، وكيف أن فلسطين هي من كانت الأخطر وهي من سددت على المرمى وأضاعت فرص سهلة. في الشوط الأول يا أخي كادوا يخرجون 3-1، 3 لفلسطين، أهداف سهلة محققة، فقط ينقصهم بعض التركيز وبعض الخبرة التي تنقصهم. رأينا أيضا في الشوط الثاني هاد شحادة، هاد صالح شحادة، هاد اللاعب يا أخي أنا أشاهده عندما يضيع وأقول هل حقا هذا اللاعب يا أخي لا يلعب في نادي عملاق؟ عنده كل المؤهلات، كل القدرات، يراوغ، يتمركز، يهرب، يهرب من الرقابة، يكسر التسلل، يراوغ، اثنين في منطقة ضيقة. أخي يا أخي، هذا اللاعب عملاق من الطراز الرفيع، أنا صدمت لرأيت مثل هذا اللاعب ولا أراه ولا أشاهده أسبوعيا في فريق عملاق بكل صراحة. يا أندية تعاقدوا مع هذا اللاعب. أيضا رأينا لاعب حسنة أكادير تامر صيام بعض الشيء، رأينا لمسات وساعد فريقه وكذا، ولكن أيضا لقينا نبخل حق السعودية، أيضا حاولوا هذه ولكن السعودية لا تنقصهم. المشكل الذي عندهم ما هو؟ أن مدرب جديد ولا لم يضع يده على مكامن الخلال ولم يضع التاتش بتاعه في هذا الفريق، ولكن السعودية عندها عناصر جيدة. لو تفهموا ووجد هيرفي رونالدي، نعرفوا أنه مدرب محنك، لو وجد مكامن الخلال والخطة الأنجع مع السعودية سوف يعودون بقوة، لأن أداء اليوم السعودية ظهروا لك أن تفكيرهم مشتت، اللاعبين ليس في الملعب مربجين. فلسطيني أخي اليوم أمتعت وظهرت بقوة وأثبتت للجميع أنها منتخب عملاق، منتخب يتكون من الشباب ومدرب عربي ويحاولون أن يضعوا اللمسة بتاعتهم ويصبحوا منتخب عالمي. لما لا نتمنى أن تصبح فلسطين منتخب عالمي لكي يروا العالم فلسطين ويعرفوا أن فلسطين موجودة. السلام. وقبل أن أختم، كل ما جميل في المباراة هو يا أخي الجمهور الذي رفعوا شعار فلسطين وعلم فلسطين. يا أخي هكذا علينا أن نكون نحن العرب، إخوة إخوة إخوة. السلام عليكم.